مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف العاشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. اليوم موضوعنا موضوع مراجعة المفاهيم النظرية الجزء الأول. تعالوا مع بعض نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يعرف برامج النظام والبرامج التطبيقية. الهدف الثاني أن يعدد أمثلة لتطبيقات الهواتف الذكية. الهدف الثالث أن يذكر مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية. الهدف الرابع أن يعدد أشهر أنواع بروتوكولات أمن الشبكة. الهدف الخامس أن يفرق بين صفحة الويب وموقع الويب. تعالوا مع بعض نبدأ يا شباب بسؤال عن تعريف البرنامج. ذكرنا في درسنا الأول ما هو مفهوم البرنامج. مين يعطيني الإجابة يا شباب؟ أحسنت. البرنامج هو عبارة عن مجموعة من التعليمات أو سلسلة من التعليمات الخاصة بالحاسوب لأداء مهمة محددة. إذن البرنامج يا شباب هو تعليمات خاصة بالحاسوب تقوم بأداء مهمة محددة أو وظيفة محددة. طيب ما هي البرامج التطبيقية؟ البرامج التطبيقية هي برامج حاسوب تم تصميمها لتنفيذ مجموعة من المهام المنظمة للمستخدم. يعني في النهاية شباب لابد أن نعي جيدا أن البرامج التطبيقية هي تفيد المستخدم أو تساعد المستخدم على إنجاز المهام الخاصة به، زي مثلا برنامج الواتساب يستخدم في إرسال الرسائل الفورية وهكذا باقي التطبيقات. ننتقل إلى أمثلة على برامج النظام. مين يعطيني يا شباب إجابة على برامج النظام؟ أحسنت. برامج النظام تشمل أمثلة عديدة مثل أنظمة التشغيل. درسنا أن أنظمة التشغيل من الأمثلة عليها مثل ويندوز، أندرويد، أبل آي أو إس وغيرها من أنظمة التشغيل الأخرى. كذلك من أمثلة برامج النظام هي البرامج الملحقة مثل الإعدادات يا شباب اللي موجودة عندك في جوالك الآي أو إس أو الموجودة في الويندوز نفسها، هذه تتبع البرامج الملحقة. كذلك يا شباب من الأمثلة على برامج النظام هي برامج تعريف المكونات المادية، معنى أنه إذا كان لديك طابعة وتريد توصيلها على جهازك الشخصي سواء كان مكتبي أو جهاز لابتوب، فغالبا ما تحتاج إلى برنامج تعريف حق الطابعة ليتم تحميله على الجهاز حقتك ثم تقوم بعملية الطباعة. الآن لدينا سؤال على أمثلة للبرامج التطبيقية. من الأمثلة على برامج التطبيقية يا شباب عالج النصوص، الجداول الحسابية، كذلك قواعد البيانات، مستعرض الويب، وأيضا الألعاب. لدينا أمثلة عديدة. حد يعطيني يا شباب أمثال غير هذه؟ أحسنت. عندك الواتساب، الإنستغرام، الفيسبوك، تويتر، كل هذه يا شباب تعتبر من الأمثلة على البرامج التطبيقية. لدينا سؤال هام جدا يا شباب بيقول ما الفرق بين برامج النظام والبرامج التطبيقية من حيث الاستقلالية؟ هذا السؤال يا شباب يعني يريد أن يعرف منك هل برامج النظام مستقلة بذاتها أم البرامج التطبيقية هي التي تعمل بذاتها دون الحاجة إلى برامج أخرى؟ الإجابة يا شباب أن برامج النظام هي برامج مستقلة وتعمل بذاتها ولا تحتاج إلى برامج أخرى كي تعمل عليها، بينما البرامج التطبيقية هي غير مستقلة، بمعنى أن برامج التطبيقية لا تستطيع تشغيلها على جوالك الآيفون مثلا في حالة عدم وجود iOS. كذلك نظام تشغيل الويندوز إذا كان غير متوفر على جهازك المكتبي حق الجيمز فلا تستطيع تحميل الألعاب والقيام باللعب. إذن يا شباب برامج النظام هي مستقلة وتعمل بذاتها، أما البرامج التطبيقية هي غير مستقلة ولا تعمل بذاتها، وإنما تحتاج إلى وجود برامج النظام كي تعمل البرامج التطبيقية. لدينا أمثلة لتطبيقات الهواتف الذكية. من يعطيني يا شباب إجابة على تطبيقات الهواتف الذكية؟ لدينا العديد من الأمثلة. أحسنت. مثل تطبيقات البريد الإلكتروني، هذه أمثلة عليها مثل الجيميل أو الأوتلوك. كذلك تطبيقات التواصل الاجتماعي، من أمثلة عليها زي فيسبوك وتويتر. وكما ذكرت من أمثلة أيضا عليها مثل الرسائل الفورية مثل الواتساب والإنستا. كذلك يا شباب أيضا من الأمثلة على تطبيقات الهواتف الذكية هي تطبيقات الخرائط. حد يعطيني يا شباب مثال على تطبيقات الخرائط؟ أحسنت. لدينا جوجل مابس، ويز. أيضا من ضمن الأمثلة على تطبيقات الهواتف الذكية مثل تطبيقات حكومية أو تطبيقات الوزارات أو المدارس والمستشفيات. حد يا شباب يعطيني إجابة عليها أو أمثلة على تطبيقات الحكومية؟ أحسنت. لدينا متراش تو، لدينا احتراز، لدينا الزوم، لدينا التيمز،
لأن كهرباء عون كل هذه الشباب من الأمثلة على تطبيقات الهواتف الذكية. إذن ننتبه يا شباب أن تطبيقات الهواتف الذكية أصبحت الآن محاطة بنا في جميع حياتنا ونستخدمها دائما بشكل يومي. لدينا سؤال مهم جدا يا شباب، هو مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية. درسنا في هذا الدرس لدينا 4 مراحل لإنشاء تطبيقات الهواتف الذكية. المرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط والتصميم، وفيها يتم تحديد الفكرة والهدف من التطبيق والفئة المستهدفة وعدد الواجهات في التطبيق. كذلك المرحلة الثانية كانت مرحلة التطوير والتنفيذ، وفيها يتم اختيار أحد البرامج التي تقوم بتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، مثل ما درسنا برنامج الـ MIT App Inventor عندما قمنا بإنشاء تطبيق الغذاء الصحي وقمنا بتحميله على جهاز سامسونج، أيضا قمنا بتحويله مرة أخرى على تابلت سامسونج كما رأينا في معمل الحاسوب. أيضا من ضمن مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية هي مرحلة الاختبار. هذه مرحلة مهمة جدا يا شباب، ويتم في هذه المرحلة هي اختبار التطبيق وعلاج الأخطاء وإضافة اللمسات الأخيرة في التطبيق. كذلك لدينا مرحلة أخيرة وهي مرحلة النشر والتسويق، وفي هذه المرحلة يتم فيها اعتماد التطبيق ونشره. لدينا سؤال يا شباب، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. برنامج النظام مسؤول عن إدارة المكونات المادية للحاسوب. من يجاوب يا شباب؟ أحسنت، إجابة صحيحة. يعتبر نظام أندرويد برنامج نظام. أحسنت، إجابة صحيحة. سمى التطبيقات الخاصة بأنظمة الهواتف الذكية بتطبيقات النظام. أحسنت، إجابة خاطئة. يتعامل المستخدم بشكل مباشر مع كل برامج النظام. أحسنت، إجابة خاطئة. يستخدم البرنامج التطبيقي من قبل المستخدم لأداء مهمة محددة. أحسنت، إجابة صحيحة. مستعرض الويب هو برنامج نظام. أحسنت، إجابة خاطئة. ننتقل إلى سؤال، صل الأمثلة بتصنيفها. لدينا البرامج التطبيقية، أعطناها رقم 1 يا شباب. لدينا برامج النظام، أعطناها رقم 2. مطلوب منك الآن عزيز الطالب قراءة السؤال، وضع جانبه 1 أو 2. نبدأ يا شباب. نظام أندرويد، مين يقول يا شباب؟ أحسنت، هو برنامج نظام، إذن لابد من وضع رقم 2. معالج النصوص، أحسنت، برامج تطبيقية. مستعرض الويب، أحسنت، برامج تطبيقية. برامج تعريف المكونات المادية، أحسنت، تابع لبرامج النظام. جداول البيانات، أحسنت، تابع لبرامج التطبيقية، لذلك نضع رقم 1. أنظمة التشغيل، هذه واضحة يا شباب، أحسنت، برامج نظام. الآن يا شباب ننتقل إلى مفهوم بروتوكولات الإنترنت. ما هي بروتوكولات الإنترنت يا شباب؟ من جاوب؟ أحسنت، هي معايير وإجراءات أو قواعد وإجراءات تتكون من معايير تحدد كيفية أو آلية الاتصال بين الأجهزة في الشبكة. أحسنت. ننتقل إلى مفهوم آخر وهو جدار الحماية. مين يقول يا شباب؟ أحسنت، جدار الحماية يعرف على أنه نظام يوفر الأمن للشبكة ويستخدم في تصفية البيانات. كما ذكرنا في هذا الدرس يا شباب أن جدار الحماية قد يكون عبارة عن software وقد يكون عبارة عن hardware. إذا كان software فستقوم بتحميله إلى الجهاز، أما إذا كان hardware فسيتم توصيله جانب الجهاز قبل الوصلة التي تأخذك إلى الإنترنت، لأن وظيفة جدار الحماية أنه يمنع المتصلين بشبكة الإنترنت من اختراق جهازك. لهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول في مراجعة المفاهيم النظرية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.